اليوم غيكون هو النهار الثاني اللي غادي نحضر فعاليات دورة 19 المهرجان الدولي ديال الفيلم بمراكش. ما حلفتش لحد انني نحضر لوبيرتور، كنت بغيت نحضر ولكن بحكم ظروف العمل ما كانش يمكن ليا نجي، دوك خطرت هاد يومين هادو فيت في باش نجي نشوف. اليوم البارح حضرت التكريم ديال لا غروند فريده، اليوم غادي نحضر البروجيكسيون ديال اول لون ميتراج اللي غادي نشوفو ضمن فعاليات هاد الدورة هادي. كنت بغيت نشوف افلام اخرين ولكن ما تحتش الفرصه. فوالا جينا بروفيت دو سينما اي فيف لا. تكلمنا سلوى على الاطلاله ديالك اليوم، واش كتفضل يعني اللباس العصري او التقليدي اكثر؟ انا ما عنديش مشكل، انا صراحه كو سوا لباس عصري ولا تقليدي خصو يكون غير اللباس اللي كيوالم الشخصيه ديالي، تقليدي ولا عصري الا انا ما حسيتش به راه ما غاديش نلبسو. سلوى تكلمنا على الجزء الثاني ديال مسلسل مكتوب. الجزء الثاني ديال مسلسل مكتوب ان شاء الله غادي نصوروا في النهايه ديال هذا الشهر هذا. حنا مازال بصدد الشغل على السيناريو، بصدد لا بريباراسيون، اون بلان بريباراسيون، وان شاء الله غادي يكون واحد الجزء اللي غيكون واحد تتمه الجزء الاول ولا اللي حشمنا ان شاء الله مع الجمهور. شنو رايك في ظاهره التنمر اللي كيتعرضوا لها سورتو الفنانين والمشاهير؟ التنمر فيك ما كاينش تنمر غير عند الفنانين، حنا راه ماشي شي ناس، حنا بشر بحالنا بحال الناس، التنمر في المدرسه، التنمر في الخدمه، التنمر في هذا، هاد الظاهره هادي اون جينيرال الناس اللي كيبقاو دو بليزير انهم يتنمروا على بعضياتهم هما ناس كيكونوا مراض. دوكو بالنسبه ليا خصهم يتعاقبوا ويتسيطوا يتعالجوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.